السلام عليكم ومرحبا بكم احبائي في الله. فمعنا اليوم سنقدم لكم لعبة جراند فايس سيتي ايضا كما فعلنا على جراند 3، فتجربة رهيبة جدا وبحجم رائع. فلا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله ويا الله فينا. معنا الان تجربة جديدة للعبة جراند فايس سيتي الأصلية. فيا أصدقاء، من بعد ما جربنا لكم جراند سان أندرياس وجراند 3، اليوم معنا جراند فايس سيتي يا أصدقاء، النسخة الممتازة والنسخة التي يعني التي أكثر لعبة يشبهونها بجراند سيتي، يعني على حسب الأجواء وكل الأشياء الخاصة بها. اللعبة صراحة رهيبة، هي نضغط على تخطي. سنستعرضها لكم في تجربة رائعة جدا، فكما تشاهدون معنا واللعبة معنا يعني بدون مشاكل، بدون لاج، بدون أي شيء. سنقوم باختيار هنا، نقوم بزيادة نوع من الجرافيكس، نضغط هنا على تخطي، والآن نستعرض لكم يا أصدقاء بعض من الجيم بلاي. شاهدوا معنا جنون الشخصيات، يعني إذا لم تكن سيارة رائعة جدا فها هي سيارة، هي نقوم بأخذها أمام الشرطة، ولكن حتى على هذا الشكل. لا، أوه على العموم نقوم بإيقاف الموسيقى. انظروا معنا كل لعبة والمجنونين الخاصين بها. انظروا معنا، على العموم نحن لن نهتم بالشرطة، نجمة واحدة فقط لن تسمي ولن تغنينا عن أي شيء. فعلى العموم سنأتي إلى هنا على هذا الشكل. فصراحة النسخة رهيبة جدا، والمميز أنها تشتغل بدون مشاكل وبالأصلي فكما تشاهدون معنا. هيا نقوم بالنزول، نقوم بركن سيارتنا هنا، نقوم بتجاوز هذا المستوى الأول على ما أعتقد. نعم، هل يجب علينا أن ندخل ضروري؟ هيا نقوم بالدخول بالطبع. نعم نقوم هنا، مثلا يرونك أن تعمل سوف جارد، وهنا المهمة الخاصة بك. نحن نقوم بعمل سوف جارد على هذا الشكل، نقوم بوضعه هنا على كونفيرم، ونقوم بالضغط على هذا الشكل، ويمكنكم أن تذهبوا إلى هذه المهمة. هيا سنقوم بالذهاب لها ونجرب معكم اللعبة أيضا يا أصدقاء. هيا نقوم بالضغط هنا على تخطي من أجل أن نستعرض الجيم بلاي بشكل مباشر. هيا نقوم بالخروج. إلى أين سنذهب الآن؟ على ما أعتقد سنذهب إلى يعني الآن تم إطلاق المهمات الخاصة بنا. هيا نقوم بإيقاف الصوت، نقوم بزيادة اللعبة أعلى جرافيكس من الأفضل، ريزوليشن هنا نوع من الإضاءة أوف على هذا الشكل، يعني اللعبة على أعلى جرافيكس تشتغل بسلاسة جدا. شاهدوا معنا إلى الجرافيكس يا أصدقاء، إلى هذا الشيء الرهيب الخاص بنا. نعم هيا نقوم بأخذ هذه السيارة، هذا اللون هذه السيارة أفضل من اللون الخاص بي. نعم انظروا معنا، هيا نقوم بركنها على هذا الشكل بدون أن نقوم ب الاحتراف في السياقة. انظروا معنا على هذا الشكل يا أصدقاء، وهيا نتجول داخل المدينة. صراحة الجرافيكس رهيب يا أصدقاء، والله الجرافيكس الخاص باللعبة رهيب جدا، يعني أن تجرب هذه اللعبة على هاتفك فهذا شيء عملاق جدا وأسطوري. يعني هيا نقوم بالذهاب إلى تلك المهمة يا أصدقاء، نقوم بنجرب معكم اللعبة. شاهدوا معنا اللعبة كاملة مكتملة بالناس بكل الإضافات الرائعة والأسطورية فكما تشاهدون، المدينة، الناس، الشوارع ممتلئة وكل الأشياء رهيبة جدا. انظر معنا إلى الشرطة، هيا ابتعدي أنت من الطريق.
على العموم نقوم بركن السيارة الخاصة بنا هنا ونقوم بالدخول إلى هذا المكان لنستعرض لكم بعض من الجيم بلاي، يعني المهمات الخاصة بجراند فايس سيتي معروفة أيضا. نقوم بأخذ السيارة الخاصة بنا، نقوم بإيقاف الموسيقى. إلى أين سنذهب؟ أوه سنذهب إلى المحل من أجل اقتناء الملابس. نعم انظروا معنا، الحدود ما زالت مغلقة، لا يمكننا الذهاب إلى هناك. هيا نقوم بأخذ سيارة أخرى. هذه السيارة بدت مملة. أي أيتها العجوز، هذه السيارة أفضل. نعم لا نقوم بضرب الراجلين. نقوم بركن السيارة هنا ونذهب نقوم على ما اعتقد بتغيير الملابس الخاصة بنا. نعم هذه الملابس التي سنتنكر بها على ما اعتقد. نأتي نقوم ب نذهب بهذه الدراجة. نعم نقوم بإيقاف الراديو. واو واو على هذا الجرافيكس وهذا الشيء الرائع، صراحة أفضل شيء كما قلنا لكم عملته شركة روكستار، وهو إطلاق هذه اللعبة. نعم هذه المهمة المعروفة على ما أعتقد. نذهب إلى هذا المكان. ماذا فعلنا؟ أنا كنت أريد أن أريكم شيء، ولكن على العموم سنقوم بأخذ هذه السيارة على سبيل المثال. هيا بسرعة أنت. هيا نقوم بإيقاف الموسيقى. هذه السيارة يعني من بين أفضل السيارات في جراند فايس سيتي، يعني سيارة سريعة جدا. ابتعد ابتعد يا غبي. نعم آسف. على العموم نقوم بوضع تلك الشخصية هنا في هذا المكان الخاص بها، وهنا في قادم المستوى، يعني نفس المهمة الخاصة بجراند 3 على ما أعتقد. هذه السيارة رهيبة جدا يا أصدقاء، هيا نقوم بأخذها. هذه السيارة مثل سيارة المرسيدس 190. هيا ضروري من الموسيقى. فعلى العموم يا أصدقاء اللعبة صراحة رهيبة، والكثير من الأشياء في انتظاركم رائعة جدا. هيا يعني إلى آخر هذا المقطع سنذهب من هنا وسنقوم بالقفز. انظروا معنا يا سلام، هيا نقوم بالذهاب على هذا الشكل. نذهب بشكل عادي جدا، يا سلام على هذا الشكل. نعم على العموم يا أصدقاء هذا هو المقطع الخاص بنا، فدمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.